ما تفسير يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين؟ هذا واضح. الرجل لما قتلوه أعني الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال المفسرون والله أعلم لما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ضربوه حتى أخرجوا أمعاءه فمات، فأدخله الله الجنة فكان ناصحا لقومه في حياته وبعد مماته. قال بعد مماتي يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين.